كنقول لكم اليوم ما شاء الله غنبداو اول حصه من حصص تعلم طرز رباطي. يعني هذه هي الفرصه ديال الاخوات اللي بغاو يتعلموا الطرز رباطي، وفرصه الاخوات اللي بغاو يتعلموا واحد الصنعه اللي غترجع لهم بالنفع، يكونوا اكيده البنات انها غترجع لكم بالمنفعه. علاه يعني شوفوا غنهضروا بواحد الهضره اللي منطقيه، علاه اللي ماسك الحاجه في يديه بحال انه كيدفعها ولا كيشريها ولا هذه يكون على يقين ان الانسان اللي كيخدم بيديه والابداع كيخرج من يديه راه ماشي بحال واحد اخر كيتسنى من يد يصايب ليه داك الشيء. علاش هذا الشيء؟ علاش الا كانت الصنعه في يديكم راه تعودوا نتوما خدامين بها، معاونين بها ريوسكم، هازين بها ريوسكم، كاسيه ريوسكم، مبرعين ريوسكم، يعني بزاف الحوايج. وانتوما كتعرفوا حنا في واحد الزمان اللي ايد وحده ما كتصفقش، يعني ضروري خاص التعاون وخاص يكونوا جوج يدين. ويا ترى يا ترى يا ترى يا ترى ماشي شوفوا وديك اللي كتقول لي ديري علاش ترجع هي كاينه واحد المتسبعه كتقول لها ام عثمان ديري علاش ترجعي. شوفوا البنات الحمد لله والشكر لله، ما عمرني يعني عمرني ما خبيت شي حاجه على راجلي، وهو كذلك حنا في هاد الساعه راه حنا بحال هكا وساعه اخرى يعلم الله، لان الانسان كيكون غادي في الطريق ولكن ما كيعرفش اشنو مخبي ليه من القدام. المهم في وضعنا الحالي راني طايقه بزاف ولكن الحمد لله الا كان جوج مجموعين في الله وغادي في طريق الله واي حاجه اي حاجه كيشاركوا الزوينه الفرحه الكثيره القليل كلشي كيقولوا عليه الحمد لله والله ربي ما كيخيبهم. هذا الشيء علاش البنات كاين بزاف اللي محتاجين انهم يتعلموا الصنعه، وبزاف محتاجين انهم يعاونوا ريوسهم بالصنعه. وكنصحكم البنات ما عندكش باش تشري ماكينه رباطي ندير راندا، يعني شنو راندا؟ غنشري غير بره بدرهم ولا ب 10 ريال، المهم 10 البره تاع راندا بشحال دايره، وغنشري ديك جعبه ديال الخيط ب 70 ريال، يعني ما نقدرش نشري جراره كبيره، وغنبدا نتعلم بشوي 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 ونجمع 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 حتى نشري ماكينه رباطي. البنات الحمد لله البنات الحمد لله والشكر لله، عمرني ما كنكر ما كنكر اولا كن استنكر الخير ديال الطرز الرباطي ولا الخير ديال الماكينه ولا الخير ديال الصنعه. انا دائما كنحثكم على انكم تخدموا، كنحثكم على انكم توكلوا على الله. حنا العيالات مطالبنا ما كتساليش ما كتساليش، انا نقول لكم ولو ما عرفش شنو يعطيك الرجل ما كتساليش، باغا تكسي ولادك مزيان، باغا الماعن، باغا اللي خرجت باغا منها ما كنساليوش البنات. يعني طلبه ديالنا كثار، ولكن الا كان ما عندكش راه كتبقاي تشوفي وكتقول لي الغالب الله، ولكن لا 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 بامكانك حتى انت تكوني بحالي وبحال واحد اخر وحسن منا حنا كاملين بدراعك وبخدمه ديال ايدك. هذا الشيء علاش انا كنحث بزاف واني كنشجع الاخوات بزاف على انهم يتعلموا الصنعه، لان الصنعه كنز من الكنوز ديال البلاد اللي خاصها تزيد القدام، وخاص بزاف الاخوات يتعلموا الصنيعه ويتعلموا بالخصوص المحتاجين، وحتى اللي ما محتاجاش يعني حتى اللي مسك عليها الله تعمر الوقت ديالها. يعني لاحظوا معي واحد الملاحظه اولا كاين بعض المرات كتشوفي نصارى اولا الناس على برا قاولين يعني اجانب، ناس اجانب يعني كتقي برا كبيره وشاده شاده الزيكوات ولا شاده كروشي وكتخدم وكتمز يعني كتقول شي اغنيه ولا شي حاجه، كنبقى نشوف بحال كنقول شو سبحان الله شوفي هي قداش يعني راه لاقيه الراحه ديالها في انها تخدم هذوك الزيكوات، ماشي على اساس انها ما عندهاش، ولكن كهوايه كتفرغ فيها واحد الشحنات اللي فيها وكت يعني كتنسي بها الهم كتنسي، ولو حنا ما كنفهمش اللغه ديالهم يعني غير من لغه الصوت ومن لغه العمل كتبين لك ان ديك السيده راه لاقيه راحتها في هذيك الصنعه اللي كدير فيها. هذا الشيء علاش البنات ان شاء الله البنات اللي خداو الماكينات بصحتكم وراحتكم، هذه هي بلايصتي هنا بي كنخدم. شوفوا كنخدم هنا ها نتوما كنخدم هنا ومقابله مع الكوكوط الحيره الطاجين يعني شوفوا الطاجين الطاجين باش لا بالي تحرق ولا بالي تدخن بزاف كنوض. هذه هي البلاصه اللي كنخدم فيه كتخدم اختي ام عثمان، وهذا هو التموضع ديالها. الله يجعل لي البركه يا ربي وتيسر لي امري، ويا ربي يا ربي حتى نتوما اللي خديتو الماكينات الله يعطي الخير اللي عطاه لي الله في هذه الصنعه الله يعطيه لكم كاملين. واول حاجه غنبداو بها غنشوفوا الماكينه البنات، الماكينه اصلا كتجيكم بحال هكا كتجيكم بحال هكا، ملي كتجيك الماكينه اول حاجه كنديرها البنات كندير الزيت البنات كنزيت الماكينه، والزيت البنات ما تاخذوش الزيت الصفر خذوا الزيت الابيض. يعني غنحاول نقول لكم اشنو الحوايج اللي خاصهم يكونوا عندكم. اول حاجه الزيت والبراوات البنات ما عرفتش ها هما البراوات البنات ضروري 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 البنات تكون البرا نوع جيد. هذه هي البرا اللي كنخدم بها انا هي هذه،
يعني هاد البراوات هما اللي كيخدموا لي في الماكينه ديالي كاملين حتى القدامه حتى البنات. هذه هي الماركه ديال البرا اللي كنخدم فيها، وهذه هي الماكينه اللي ولات معتمده عندي وكنخدم فيها. الله يعمر ليها الدار، الحمد لله خدامه ليا، ما فيهاش صداع البنات، ما فيهاش صداع. غير واحد الحاجه اللي واحد الملاحظه البنات بالنسبه للناس اللي ساكنين مع الناس ولا اللي عندهم مشاكل مع الماكينه، واحد الخطا انا كنت كنديرو في الماكينه ديالو ما كنتش منتبهه لي. انا اصلا ما كنتش كندير الماكينه هنا، كنديرها على برا يعني بلاصه فين كنخدم. عمركم ما تخلوا الماكينه لاصقه على الحيط، ما تخلوهاش لاصقه على الحيط، الا كانت لاصقه على الحيط كتعطي الصداع، يعني داك الدفديف ديالها تضرب في الحيط. دائما نبعدها بحال هكا، ما كنتش كنرد ليها الباب بحال هكا ونخدم، يعني راه ما فيهاش الصداع البنات، ما فيهاش الصوت. ثاني حاجه نقص المرمره، وريتكم كيفاش كتغلفوها. هذه هي المرمه اللي غلفت البارح، هي الكبيره كنت خدامه بها دابا، هذه المرمه الصغيره اللي غادي تخدموا بها نتوما البنات. ثاني حاجه هذا الشيء من بعد عاد غتعلموا الرشيم، ديك الساعه نوريكم الرشيم. كتحتاجوا البنات البابي كربون. هنا البنات غندوزوا الماكينه، اول حاجه غنعرفوا بالماكينه اولا نشوفوا الماكينه. الماكينه هي هذه هنا بالنسبه للفيزلين البنات، انا راه كناخذ هاد الرولو تاع الفيزلين، اللي كناخذ هاد الرولو الكبير تاع الفيزلين، اللي كناخذ رولو كبير كيدي ليا مده كنساه. بالنسبه للماكينه البنات هي هذه الماكينه، هنا فين كيداروا الجرير ديال الخيط كيدوز من هنا كيجي من هنا. انا الماس كنحط الجرير حدايا هنا اللي كانوا الالوان بزاف. هذه هي الماكينه، هاد لي بوطون هنا حتى شي حاجه ما غتقربوا ليها نتوما، هذه خاصه بالعراض. هاد البوطونه اللي كاينه هنا اللي كتمشي اليمين خاصها تكون في الوسط، هاد البوطونه خاصها تكون في الوسط ديالها، يعني ما تكونش. خاصني نقرب لكم الكاميرا البنات. هاد البوطونه البنات هنا كاينين ثلاثه الشريطات، شوفوا معايا غنحاول. كاينه شريطه هنا وكاينه شريطه هنا وكاينه شريطه هنا، يعني خاصها تجي في الجهه الوسطانيه. هنا هادو ديال العراض ما تقربوش لهم، هذه هنا غير ديال الخياطه اللي كنتي بغات تحولي الماكينه خياطه، هادو الارقام ديال الزيكزاك. هذا هنا خاص بالعمار، الميزان ديال العمار ديال الماكينه، انا عندي عمار اخر ما كنستعملش هذا. هنايا اجي اسمي بركي حبيبتي تما، بركي بركي فوق الكرسي هنا. بنتي مقابله معايا وكتشوف واقفه، بركي حبيبتي بركي الله يرضى عليك، الله يشافيك حبيبتي. هنا البنات شوفوا معايا، هنا هذه هي الممر ديال الخيط، هذه هي البلاصه من كيدوز الخيط، يعني كيجي الخيط من هاد البلاصه هنا من الفوق، شوفوا معايا كيجي من هاد البلاصه من هنا كيجي لهاد البلاصه هنا، كيدخل من هنا كيدوز الميزان ديال الماكينه، عاد كيدخل في هاد العين اللي كاينه هنا. عرفتي قبلوا على التصوير البنات، راه كاينه غير بوحدي في الدار كنصورها بوحدي، ولادي في لاصال. شوفوا معايا كندخل من هنايا وكتمشي للبرا، كنتمنى يكون مفهوم. هنا كاين الكانيط، يعني هنا هاد البصل تحت بلاتي، هنا كاين الكانيط، يعني هاد البلاصه هنا راه فيها، هنا فين كنخشوا يدينا كنجبدوا الكانيط، هذا هو الموتور ديال الماكينه. هنا هاد البلاصه هذا هو الموتور، هنا كتعطينا القياس ديال السرعه. شوفوا معايا من غنشعلها، ها هو شعل، يعني انا شوفوا السرعه اللي كنخدم بها 1700، بغيتوا تنقصوا راكم كتنقصوا 1600 1500، يعني كتبقى لكم السرعه نتوما اللي كتحكموا في السرعه ديال الماكينه، يعني القياس اللي بغيتوا نتوما في السرعه ديال الماكينه. هنا غندوزو الحاجه اللي مهمه اللي هو العراض ديال الماكينه البنات، يعني شي حاجه اللي اساسيه ومهمه هو العراض ديال الماكينه. يعني هنا هاد العراض ديال الماكينه راه هو اللي كنخدموا به الطرز، يعني اشنو الدور ديال العراض، يعني كاين جوج الحوايج مهمين في الماكينه وخاصك تتحكمي فيهم، العراض وهاد الاكسيراتور البنات، هذا وهذا، يعني هنا الاكسيراتور والعراض خاصك ضروري تعرفي كيفاش توازني بين انك توركي على الله اكبر قفزتني توازني وردوا البال البنات، ردوا البنات اللي شراو الماكينه راها خفيفه، يعني ردوا البال هاد التوريكه بحال هكا وتكوني حاطه صبعك، يعني ردي البال اول حاجه. انا شي غنقول لكم حتى نطلع الفوق نقول لكم، هنا العراض خاصك تعلمي كيفاش توازني بين هنا وبين هنا. علاش قلت لكم هكا؟ حيت شحال تاع الاخوات ملي كانوا بداو يتعلموا عندي داك العام اللي فات، يعني العام اللي الماضي، كانت الا حطت رجليها على العراض كتوقف رجليها على الاكسيراتور، اولا لو ركت على المقود ديال اولا هاد الاكسيراتور ديال الماكينه كتحيد رجليها من العراض، يعني ما كيقدروش يوافقوا بصعوبه بين هنا وهنا، يعني حاولوا تمرنوا على العراض بشكل مستمر البنات ومزيان، باش هكايا
تسهل عليكم الماكينه. هذه هي الماكينه. العراض شنو 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 الدور ديالو، كيفاش كنخدم به؟ بالنسبه للعراض البنات لازم انا راه كنحاول نصور لكم الطريقه اللي غتفهموا اللي بشرح لي بلاتي. هنا هذا هو العراض، هذا هو العراض البنات. كيفاش كنخدم؟ شوفوا معايا، يعني بالركبه ديالي بحال هكا، شوفوا شوفوا معايا هكا، والرجل الثانيه راه محطوطه على الكسيراتور، يعني هاد الرجل محطوطه على الكسيراتور والاخرى على العراض، محطوطه على العراض هكا. يعني هكا يعني كنبقى نحرك في العراض بهذا الفاص ديال الركبه ديالي، ماشي الركبه، في هذا الجنب هذا، هذه هي الركبه وهذا الجنب هذا هو اللي كيحرك ليا العراض. يعني هك كل ما كنتكي العراض كل ما كنتكي عليه بالركبه ديالي كيعطينا الغرزه عريضه وكتزاد في العرض ديال 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 الدقه عندي، يعني كتعطي العرض ونقصوه راه كيتنقص بحال هكا، يعني بهذه الطريقه هكا باش كنخدم رجليا. وقبلوا على الشرح ديالي وقبلوا عليا كيف ما كنهضر البنات. بغيت نوصل لكم الفكره وبغيت نوصل لكم المعلومه، وكنهضر ربما كنهضر بواحد السرعه وكنضرب بواحد الحرقه هكا، علاش؟ بغيتكم تعلموا البنات. صافي البنات، هذه هي الماكينه وهذا هو كنركب بحال هكايا. صافي غنركب الخيط وغتشوفوني كيفاش غنركب الخيط. دابا البنات من بعد ما حطيت الخيط هنايا، شوفوا معايا، حطيت الخيط في هذه البلاصه هنا، دوسوا من بلاتي، دوسوا من هذه البلاصه هنا، من هنا غنجيبوا لهذه البلاصه هذه، شوفوا معايا هكا هكا، شوفوا معايا غندوزو، كنشدو بايدي هكا باش نتحكم فيه، كندوزو من الميزان من هنا، يعني الميزان ديال الماكينه، وضروري ندخل من هاد العوينه هادي البنات، شوفوا معايا هادي ضروري ندخل منها، صافي مباشره لبرا هكا، مباشره لبرا. واحد القضيه البنات ولا الاخوات، بالنسبه للماكينه جديده ملي نجيبها جديده، ولا الماكينه ملي كتكون جديده البنات ضروري نزيتها. شوفوا معايا هاد التقايب كلهم نزيتهم، التقايب كلهم، علاش جالينا هاد التقايب هنا؟ على ود الزيت هكا هكا هكا. وهاد البلاصه هنا ديال الكروشي ديال هنا، هاد البلاصه حتى هي نزيتها، هادي الماكينه جديده، هاد التقايب كلهم اللي كيدخلوا الزيت نزيتهم مزيان. هنا حتى لهنا راه مفهوم. الله اكبر الله اكبر وكبيره، يا ربي تسهل عليكم كاملين هاد البنات اللي خذوا الماكينه، الله يسهل عليكم والله ييسر لكم امركم ان شاء الله. دابا تعلموا كلكم ان شاء الله، كلكم دابا تعلموا وغنبداو ديروا الزينه بشكل تسلسلي ان شاء الله بدون انقطاع، يعني دائما. اليوم راه سجلت الفيديو معطل، ولكن ان شاء الله غنعود نسجل فيديوهات مسبقه هكا باش يجيني ساهل نعود ننزل لكم فيديوهات. نبقاو حتى يسالي الاذان ونكملوا ان شاء الله الدرس ديالنا. من بعد ما ركبت الخيط البنات وزيت الماكينه، وطبيعه الحال البنات ردوا البالي، لكن الا كنتو غتخدموا في التوب ديالكم هنا هنا البوب لينا البنات باش نقتصد عليه وباش ما نضيعوش، ما نجيش من الوسط ونبدا نخدم. هاني جيت في الحافه ديالو، يعني خليت غير البلاصه مي غنجبد المرمى وكنبدا نخدم، يعني كندير مرمى هنا شويه نزيد مرمى هنا نزيد، وكنبقى غادي باش ما نضيعش التوب، باش ما نضيعش التوب حتى هو في الخدمه. بالنسبه لي كانيط اولا بواطه كانيط البنات بلاتي، ها هي البنات، هاد البواطه كانت كنعمرها بالنيلو. تقولوا شنو هو النيلو؟ النيلو هو هذا البنات، وهذا راه فيه الوان كثيره، يعني كل لون فيه الوان كثيره وبزاف الالوان فيه، هو هذا باش كنعمر انايا. صافي زيت الماكينه مسحتها قاديتها، اشنو غندير ملي اول مره؟ ماشي اول مره ماشي اول مره غنخدم بالعراض البنات، وماشي اول مره نحط ايدي ونخدم. ملي تجيني يلا عاد تجيني الماكينه اش غندير؟ بحال هكا كنبدا نجرب فيها، يعني باش باش نفسيا. وشوفوا كيقول لك الزواج بالنيه والحرث بالنيه، وحتى الخدمه والعمل كيكون بالنيه، راه نوها زوينه تلقاوها زوينه، يعني نوي مع ذاتك، نوي مع راسك، كنقول تقول
شوفوا مع سبحان الله واش كاع. المهم انا الطريقه كنهضر مع راسي يا البنات. شوفي امينه شوفي خاص كديري، ها خاص وها خاص وها خاص، صبري. يعني كنحاول في اي حاجه وقعت ليا ولا اي حاجه طرات ليا كنهضر مع راسي، ما كنحتاجش شي حد انه يقول لي راه او يمدني بالطاقه. كنستمد الطاقه راسي مع راسي، نهضر مع راسي ونقول شوف علاش انا شريت الماكينه، شريتها باش نرزق الله، ما شريتهاش باش نحطها في واحد القنته ونخليها، لا شريتها باش نخدم ونتعلم يعني، ونعطي للنفس ديالي ونعطي كيفاش غنقول ليها وكيفاش غنوصلها، يعني نعطي الاشاره. راه كاين واحد الاشاره صوتيه يعني كتمر من اللسان ديالنا الدماغ ديالنا، وكيعطي الدماغ ديالنا كيعطي الاشاره للجوارح وكلشي انه يخدم. يعني الا عطاه الاوكي انك غتخدمي وغنقدر وغنخدم وغندير وغنتعلم، راكي كتعلمي. عطاتو اشاره ان شوفوا الدماغ ديالنا راه عنده بحال منبه، يعني داكشي اللي عطيناه راه كيتلقاه. عطيناه الحاجه صعيبه راه كتبقى تجينا صعيبه، لا صعيبه هذه. عطيناه ان واحد الحاجه راه سهله وغنتعلم ليها وغنديرها، عرفوا ان حتى الدماغ ديالنا راه كيقول راه ساهله ديك الحاجه وراه غديريها وغتعلمي ليها. هادشي علاش كيقول لك الحظ بالنيه والزواج بالنيه وحتى التعلم بالنيه. يعني نوي انك غادي تعلمي وغتزيدي القدام. كيف ما قلت لكم اول حاجه نخدم الماكينه نسمع الصوت ديالها. علاش كاين بعض الاخوات غير ديك ديال الماكينه كتقفزو، يعني كيجي واحد الصوت اللي غريب، بالخصوص اللي عمرها ما احتكت بالصنعه ولا كان عندها شي كونتاكت بالخياطه. اما الناس اللي مولفين الماكينه ولا مولفين يخدموا بالماكينه صغيره راه عادي غيجيهم الصوت عادي. من بعد ما كنولفها دائما يدين بعيده، انا كندوي على الناس اللي اول مره غيخدموا، دائما يدي تكون بعيده، ما نجيش يدي هكا قريبه. بقى انا يلا كنتعلم ديما يدي بعيده ونبدا. اول حاجه غتبداي بها البنات هو الخطوط. اول حاجه غندير خطوطه، يعني غندير مسطره ولا بايدي بحال هكا خطوط ونبدا. يعني نبدا مره ندوز الخياطه، المهم نكتشف الماكينه. غنبداو بسم الله وعلى بركه الله. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للخطوط البنات، بالنسبة للخطوطة مرة نديرهم، مرة ندير الخطوطة اختكم راه عزيز عليها تقفض، ملي تكون باغا تخدم كتقفض يديها. ملي كنبدا الخطوطة مرة نديرهم هي ماشي من الدقة الأولى غتجيب الخط مقاد، يعني قليل. كاين واحد النسبة، كاينين البنات اللي تبارك الله اللي دازوا عندي داك العام، ماشي بنات وعيالات كبار اللي تبارك الله ما شاء عليهم دقه كنعرفهم هذوك، كنقول صافي هذو تبارك الله غادي يتعلموا. وفعلا شوفوا معايا كنبقى ندوزه خطوط بهذه الطريقه بحال هكايا. مره كندير الخط عريض، مره رقيق، يعني كنبقى في الاول قلت لكم البنات غادي نتخسروا. بالنسبه غنقلبوا الكانيطه البنات، الكانيط ما خاصنيش الكانيط هنا دابا هذا يعني الظهر ديال المرمى. ردوا البال البنات، شوفوا الزيت، شوفوا الزيت، لا تكون شي بياسه راه صعيب الحال في الزيت. هنا كندوز الخطوط مشات لي الموضوع للكانيط البنات. بالنسبه للكانيط خاصو يكون بهذه الطريقه بحال هكايا، يعني يدوز غير الوسط ديال الخدمه، ما يكونش عامره هذه البلاصه بالسوجي اللي لتحت، وما يكونش ما كاينش كاع، يعني خاصو يكون بهذا الشكل هكا. ديز خط خفيف، كان مكروز يعني ما كيبانش الكانيط اللي لتحت، كنرخفو شويه. كان مطلوق بزاف كنكرزو، يعني هادو من الحوايج اللي خاصكم ضروري تعلموا ليهم، ضروري انكم تعرفوهم بالنسبه لكم كمبتدئات. هنا غندوز الخطوط كيف ما قلت لكم، راه ماشي من اول مره غندير الخط بحال هكا مقاد، ماشي من اول مره غندير الخطوط مقاده، يعني المره الاولى غندير الخط مقاد، مره عوج مره، وكنبقى بشويه بشويه حتى كنتعلم. هنا كنبدا الخطوط كبديت من الفوق وكنبقى نازله. واحد النصيحه مهمه لكم البنات، كنبدا من الفوق وكنزل. هنا الخط الثاني غنبدا من العكس، الخط
الخط الثاني بديت من التحت وطلعت، يعني بديت من اتجاه لهنا، من يعني من الاسفل الى الاعلى. علاش كنديروا هاد التقنيه هذه؟ باش فيما تحطت لينا الرشمه، دابا شحال من واحد السيده كانت عندي من السوالم، ماشي من السوالم، بن سليمان، من بن سليمان، جات عندي قالت لي ام عثمان زيدت راني كنعرفت الدوار ديال مرمه، ولكن راه كنبدا من هذا الجنب كنخدم، كنوصل هنا كنتراجل، وملي جيت نشوف دائما كتخدم من جهه وحده، نتعلم نخدم من جميع الاتجاهات، نبدا من الفوق، نبدا من التحت، نبدا من الفوق، نبدا من التحت، باش فيما تحطيت في شي رشمه نخدم، ما لقاش مشكل. هنا البنات الخطوطه غنبقى ندير خطوطه، مره عراض، مره رقاق، مره، هذه هي اول حاجه غتبداي بها، هي انك ديري خطيطات. سالينا الخطيطات في الاول، غيجوك عوجين، غتبقاي بشوي بشوي حتى تاكدي منهم. ثاني حاجه يعني ملي كندير الخطيطات غندوز الحلسه ديال البنات، يعني غنعطيكم اليوم ثلاثه الحوايج اللي خاصكم تتقنوهم، ومستحيل ما ديريش هذا الشيء ودوزي الحاجه صعيبه، لا نبدا من السهله وندوز للصعيبه. هنا ملي كنتعلم الخطوطه، وملي يعني كنصف راسي صافي شدي هاد الخطوطه، يعني لو طرق نقدر نمشي فيها صافي، كندوز الحلسد. حلسد البنات غنوريكم رجلي في العراض بلاتي. بالنسبه للحلسد البنات، شوفوا رجليا كيفاش كتخدم في العراض، شوفوا رجليا كيفاش كتخدم في العراض، غندرك لكم، ما بغيت نوريكم البنات وما الغالب الله بلاتي. هنا البنات شوفوا رجليا في العراض، شوفوا رجليا في العراض، يعني باش ما نضركمش هنا غنخدم حلسد، يعني شوفوا الحركه ديال الرجل ديالي كيفاش غدير. يعني شوفوا الحركه ديال الرجل ديالي، كنحل وكنسد، حل سد، حل سد، بحال هكا بالطريقه، يعني شوفوا، والكسيراتور يعني رجليه في الكسيراتور ثاني. انا خاصني شي واحد يصور لي السلسله، ما نليقش نصور بوحدي. شوفوا رجليه في يعني رجل كاينه في الكسيراتور ورجل في العراض، وكنبدا خدامه. دابا ملي كنتكي العراض هكا راه كيتزاد العرض ديال الخدمه، وملي كنقص راه كتنقص هالطريقه هكا، مفهوم البنات؟ بالنسبه للحلسد هو هذا. يعني كتبقاي حل وسد، حل وسد، يعني مره كتكرزي تجمعي العراض، مره كتحليه، كيجي على شكل معين، كتبقاي حتى هويا مره كبير، مره صغير، مره رقيق، حتى التقنيه ضروري خاصو يجيك مقادد. دابا انا يعني غنركز على حلسد باش يجي مقادد ونوريه لكم. بسم الله، شوفوا حتى الشده ديال المرمه، شوفوا الشده ديال المرمه كيدايره. الشده ديال المرمى يعني شاده المرمى. انا اعوذ بالله من قلت، انا البنات ملي كنبغي نخدم في الخدمه ديالي كنسكت، ما كنبغيش الهضره صافي. من بعد ما كنخدم حلسه حتى هو وكنتمكن منه، ادوز التشنيف. بالنسبه للتشنيفه البنات، كيفاش غنخدموا كيفاش غنطراسي؟ هنا ناخذ غير دائره بحال هكا هكا الكانيط، ونبدا ندير وحده 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 هكا، ونبقى خدامه. ها هو طرشه ليا التشنيف. كنجي بالنسبه للتشنيفه البنات، صراحه انت صعيبه الكاميرا في جنبك وانت كتخدمي، سالا ليا الكانيط. بالنسبه للتشنيفه البنات يعني كنخدم بعرض واحد، يعني كنبقى خدامه بعرض واحد البنات. بسم الله، يعني عرض واحد، وكنبقى ندور وكنزل كنطلع حتى كنلقى ديك التشنيفه.
نسيت راسي بقيت خدامه بهذا الشكل هكايا. بالنسبه للحسد كان يعني كان 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 نبدا من الجلب من هنا نفس العرض، شوفوا معايا نفس العرض، كنزل شويه وكنطلع هك بهذا الشكل هكا. اول حاجه أو اهم الدروس اللي غتبداو بهم البنات هما هادو، حلس هاد الخطيطات، وان شاء الله ننتظروا الدرس الثاني ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد ما طبقوا هاد الدرس هذا. غدا ان شاء الله ثاني غندوزوا لحاجه واحده اخرى، هنا غندوزوا لواحد الاوريده بالتدوار ديال المرمه، المحبات التدوار ديال المرمه. بسم الله، يعني شوفوا معايا البنات، يا ربي تكون الصوره باينه. كتبان لكم البنات ولا لا؟ شوفوا معايا الطريقه ديال الايديه البنات اللي باغيين يتعلموا تدوير المرمى، شوفوا الطريقه ديال الايديه. كندا ايد شاده وايد كدور المرمه، ايد شاده وهذا الشيء علاش درت لكم هاد الوريضه هكا، راه حتى انا بديت نفس البديه ديالكم، بديت نفس البديه ديالكم، وكان طرزي بحال طرز ديالكم، وبقيت بشوي بشوي كنتحسن وكنطور وكنشاهد حتى وصلت لهاد التقنيات ومازال زايده لقدام ان شاء الله. مازالت انا تبان لي انا شي قناه تعليميه نتعلم منها، علاش لا؟ حنا مادام على باقيين على وجه الارض الا ولا نتعلموا ونزيدوا لقدام. تبارك الله جات روعه روعه. تبارك الله كيف جات، تبارك الله ما شاء الله. بهاد الوريضه كنهديها لكاع البنات اللي باغيين يتعلموا، غنقول لكم اياه الخواتات اياه بامكانكم ديروا احسن من هذه. كنقول لكم ونزيد ناكد عليكم انكم ديروا هاد الورده وديروا احسن منها وديروا كاع التقنيات بالطرز الرباطي الا كان الاصرار وكانت العزيمه وكانت الاراده. غنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بالحب وبالاجتهاد وبالتحفيز دائما ام عثمان غتلقاكم وغتلقاوها بنفس الريتم اللي بدات به القناه هو اللي غتبقى به القناه. بغيت كلشي يتعلم، كلشي يترزق الله، وكلشي يتوكل على الله، والخير اللي عطاني الله الله يسقيكم منه كاملات، والخير اللي جاب لي الله وعطاني الله الله يعطيكم منه كاملين. انا كنتمنى لاي واحد سواء كيبغيني ولا ما كيبغينيش الله يعطيه خير في خير. السلام عليكم البنات والى اللقاء ان شاء الله فيديو.